مشاهدينا، إليكم حلقة جديدة من كشك الصحافة، مرحبا بكم وإليكم العناوين. الحوثيون يهاجرون قرية بأكملها غربية عز. منظمة دولية تتكفل بتشغيل مستشفى الثورة العام في تعز. شباب في عدن يصفون حياتهم لصحيفة عربية: سجناء يحدنا البحر ويحاصرنا المتطرفون. السجن مدى الحياة لشاب فكر بتفجير نفسه في لندن. وأشهر فيزيائي في العالم يحذر من خطورة ترامب على الأرض. تتواصل الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الأهالي في محافظة تعز، وآخر ما أقدمت عليه الميليشيا ما ورد في موقع بوست عنوان: الحوثيون يهجرون قرية بأكملها غربية تعز. في التفاصيل، هجرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية قسرا جميع سكان إحدى قرى محافظة تعز بعد حصار وقصف عشوائي استمر أكثر من شهر. قالت مصادر محلية أن الميليشيات الإنقلابية فرضت النزوح القسري على سكان قرية الخلوة وماتع التابعة لمديرية جبل حبشي جنوب غربي محافظة تعز. وأفادت المصادر أن حوالي 40 أسرة تقطن قرية الخلوة وماتع أجبرت جميعها على النزوح من قريتها بشكل جماعي إلى مناطق مجاورة في منطقة الضباب غرب تعز. وأكدت المصادر أن القصف العشوائي تسبب في إصابات بشرية لأكثر من 6 نساء وفي تضرر الممتلكات الخاصة. إلى محافظة الحديدة، حيث تعد الميليشيا تعد لمحاكمة أبناء المدينة. ويعنون موقع يمن مونيتور: مسلح الحوثي يحضرون لمحاكمة المختطفين في سجون الحديدة غربي اليمن. قالت رابطة أمهات المختطفين: جماعة الحوثي المسلحة وحلفاؤها يحضرون لمحاكمة هزلية لعدد من المختطفين في سجون الحديدة. استنكرت الرابطة في بيان لها إقدام الحوثيين على هذه الخطوة دون إشعار أهالي المختطفين والذين تم اختطافهم من مقار أعمالهم دون مسوغ قانوني. كشفت الرابطة عن قيام مسلح الحوثي في السجن المركزي في محافظة الحديدة بتصوير بعض المختطفين تحت وطأة التعذيب الممنهج ليعترفوا بما تم تلفيقه لاحقا من تهم باطلة وللإمضاء عليها بالإرغام. ولفتت الرابطة: لم تكتفي جماعة الحوثي باختطاف أبنائنا وبإخفائهم قسرا، بل ولم يسمحوا لنا بزيارتهم ولا إيصال الأكل لهم ولا بالإطمئنان على أحوالهم طوال مدة الاختطاف. معاييرهم في اختيار وصعود وبقاء الرؤساء مختلفة تماما عما يحدث في شرقنا. إليكم قصة لأحد الرؤساء الجدد كما يروي جزء منها الكاتب المغربي عبد الحميد أجماهيري في صحيفة العربي الجديد. أفرطت الصحافة في تقديم الرئيس الفرنسي الجديد ممثلا نجيبا للبنوك، لا شيء في دماغه سوى الشيكات، وانسقنا جميعا مع هذا البروفايل حتى أن بعده السياسي العام لم يحظى بما يجب من عناية. شخصيا لم أكن أعرف أن إيمانويل ماكرون الذي قدمته لنا الصحافة وأصحاب القرار المنهزمون بأنه ولد في حاضنة بنكية، ولا شيء غير ذلك. هو أحد تلامذة الفيلسوف بول ريكور، بل إنه ساعده على كتابة مؤلفه الضخم والعميق الذاكرة، التاريخ والنسيان. لم يكن لي معرفة بهذا لولا مريام ريفو دالون الفرنسية صاحبة كتاب المرآة والركح، التي كتبت عنه مقالة مطولة من صفحتين في يومية ليبراسيون الفرنسية. قد يتبادر إلى الذهن السؤال شبه المنطقي التالي: ما هو التأثير المفترض للفيلسوف على السلوك السياسي للرئيس؟ كما قد يعالج السؤال نفسه بسؤال أكبر يتفادى الإثارة الصحفية، من قبيل كيف يمكن لفلسفة ما وفلسفة بول ريكور بالذات أن تسم بميسمها الفعل السياسي؟ إنه السؤال الذي تختزله عبارة شهيرة للفيلسوف ريكور نفسه عندما تحدث في كتابه قراءات عن الفيلسوف باعتباره مربيا سياسيا. تقول مريام دالون: العلاقات بين الفلسفة والسياسة متوترة ومتقلبة، وقد بدأت بمأساة نعرفها جميعا. سقراط الأب المؤسس للفلسفة والأب الرمزي للفلاسفة تم الحكم عليه بالإعدام من المدينة،
وقد تأثر الفيلسوف الابن أفلاطون بهذه الكارثة، حتى أنه قال إن الديمقراطية أي حكم المدينة متطرف، حشد جاهل عرضة لانفعالاته وعواطفه وغرائزه. هذه الديمقراطية هي أبشع نظام سياسي ممكن. تتحدد مهمة الفيلسوف في هذا الباب بحسب الفيلسوف دوما في أنه يقوم بإخضاع السياسة لمتطلبات المعرفة والحقيقة، بحيث يبدو منطقيا أن المملكة الفلسفية أو الملكية الفلسفية هي الضامن للسير الحسن والعادل، أي أن الملك الفيلسوف لا وجود له فعليا، بما أن السياسية الواقعية الفعلية تكون عرضة للا متوقع واللا منتظر، وعرضة لإكراهات الفعل والتضارب والمنازعة الدائمة بين الآراء. مشاهدينا، في موقع مصدر أونلاين عنوان بارز عن الحكومة اليمنية أمام تحد جديد بعد الإطاحة بثلاثة محافظين يؤيدون الانفصال. تقول التفاصيل: الحكومة الشرعية في اليمن، الحكومة اليمنية في اليمن دخلت في تحد جديد لإثبات حضورها في المناطق المحررة، فبعد شهر ونصف من دعوتها المسؤولين المنضوين في المجلس الجنوبي المطالب بالانفصال لتحديد موقفهم منه، وجد محافظو محافظات حضرموت، شبوة وسقطرة أنفسهم مقالين من مناصبهم الرسمية بعد تجاهل دعوة الرئاسة اليمنية. أضاف التقرير الوكالة أنه من المؤكد أن القرارات لم تكن لتصدر لو لم يكن هناك ضوء أخضر من السعودية، رغم اعتبارها من قبل البعض قرارات للحد من نفوذ الإمارات في اليمن. ففي حين رحبت وسائل الإعلام السعودية القريبة من مصادر القرار بالقرارات واعتبرتها تاريخية، التزم المسؤولون والإعلام في الإمارات بالصمت، خلافا لردة الفعل الغاضبة التي صدرت عقب إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي. إلى موقع مشاهد نت، علق حول أكبر مشافي مدينة تعز قائلا: منظمة دولية تتكفل بتشغيل مستشفى الثورة العام في تعز. قال الموقع: إن منظمة أطباء بلا حدود تكفلت بإعادة تشغيل أقسام في مستشفى الثورة العام في مدينة تعز بعد أسبوع من إغلاقه. قال الدكتور أحمد الدميني: منظمة أطباء بلا حدود استجابت لدعوى المستشفى بدعم قسم الجراحة والعمليات الإسعافية بما فيهم جرح الحرب. أضاف الدميني: تقدم أطباء بلا حدود تقدم حوافز مالية لجراحين وأطباء وتمريض من أجل استمرار العمليات الإسعافية إلى جانب تقديم مستلزمات طبية، كما تجدد عقود لتشغيل الأقسام في مستشفى الثورة كل ثلاثة أشهر. من طبائع البشر أن الإنسان يميل إلى التعميم في نظرته للشعوب، هكذا بدأ سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: يتهم الأرلنديون بالسذاجة مع أنهم أعطوا كبار العباقرة في الأدب من برنارد شو إلى جيمس جويس، وتروى النكات عن سذاجة البلجيكيين مع أنهم أعطوا جورج سيمنون الأكثر حذاقة في كتابة الرواية البوليسية. وبعد 60 عاما على الحرب لا تزال وصمة القسوة تلاحق الألمان. لم ينفع في هذه السمعة كثيرا أن ألمانيا أكبر حاضنة للاجئين السوريين. شاهدت في ألمانيا أجمل المواقع السياحية في العالم وأعرق الفنادق وأروع الغابات، لكن الناس ترفض أن تعتبر ألمانيا بلداً لمتعة النفس. إنه بلد تعجب بكونه أغنى دولة أوروبية وأهم دولة صناعية، ولكنه ليس إيطاليا ولا فرنسا ولا حتى بريطانيا. معظم الذين يزورون ألمانيا ليسوا أوروبيين من حملة ذكرى الحرب وسمعة الشعب الذي كان يطرد الأغراب من الملاجئ تحت القصف. ينسى الأوروبيون أن ألمانيا هي بلد أعظم الشعراء والموسيقيين والفلاسفة، ويرفضون أن ينسوا أنها بلاد هتلر. ولكن ما السر في أنهم يتناسون ما فعل نابليون بروسيا وأوروبا التي حفرها دولة دولة وعين عليها أشقاءه وشقيقته ونهب ثرواتها وأذلها ووسع مقابرها؟ إن الكاتب النمساوي الألماني ستيفان سفايك ينتحب لأن أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ انهارت في معركة وترلو، لكن الكاتبة البريطانية جان موريس ترى في هزيمة نابليون نهاية بحار الدماء التي لم يكف عن سفكها في شعبه والشعوب الأخرى، ولم تنسب إلى الفرنسيين الفظاظة كما نسبت إلى الألمان بسبب هتلر. حتى الروس الذين كبدهم نابليون كثيرا
ظلوا يعشقون الأدب الفرنسي والفنون الفرنسية ويحلمون بالعيش في باريس. وحتى سقوط جدار برلين كان الروس لا يزالون يعتبرون الألمان شعباً محارباً ومعتدياً ولا يمكن الاطمئنان إلى أي صلح معه. تقيد الألمان مثل جميع الأوروبيين بالنظام الديمقراطي وتفوقوا عليهم بالألعاب الرياضية، ولكن 80 مليون ألماني يتحدثون اللغة الألمانية فقط، بينما يتفاهم سائر الأوروبيين بما تيسر من كلمات إنجليزية، ويرددون الأغاني الإيطالية، ويسرحون في أسبانيا، ويملؤون الجنوب الفرنسي. عندما تكون الجروح بالغة العمق، يصبح من الصعب أن تنسى، ويصبح من السهل تعميم الوصمات على شعوب بأكملها. قال الدكتور محمد عمر باسليم المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي إنه تم توقيع عقد طباعة الكتاب المدرسي بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم بطباعة 64 مليون كتاب لكافة محافظات الجمهورية في مطابع المؤسسة في كل من صنعاء وعدن وحضرموت. واستدرك باسليم في التصريحات التي نشرها عدن الغد فيما يتعلق بفرع صنعاء إنه رفض الالتزام والامتثال للتعليمات الصادرة والخطط التنفيذية في عدن، لذا تم إيقاف التعامل مع فرع صنعاء، أو بالأصح الفرع هو من أوقف التعامل مع الإدارة التنفيذية في عدن. وقال المدير التنفيذي إن إنتاج فرع صنعاء مخصص لأقاليم أزل وسبأ وتهامة، ولإنتاج فرع مطابع عدن لإقليم عدن والجند، وإنتاج فرع حضرموت لإقليم حضرموت، وقد بدأ فرع عدن بالعمل. أما بخصوص محافظتي مأرب والجوف فوفقاً لباسليم فقد تم إسناد طباعة كتابهم في فرع حضرموت كونه محافظات محررة ولا تخضع لسلطة الانقلاب. إلى أحد عناوين عدن تايم، قائد لواء النقل في عدن يقول سنحرر كافة المناطق الشمالية من الميليشيات. قال الموقع إن العميد أمجد خالد وهو قائد معسكر لواء النقل أكد استعداد قواته تحرير كافة المناطق الشمالية والجنوبية من بقايا ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح، داعيا أيضا كافة القوات العسكرية الموالية للشرعية إلى الاصطفاف تحت قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في أرجاء الوطن حد قوله. ودشنت قيادات مقاومة دار سعد ممثلة بمعسكر لواء النقل العام الاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير مديرية دار سعد من ميليشيا الحوثي والمخلوع بحضور قيادات عسكرية بارزة في الدولة وشخصيات اجتماعية. وقبل الصحافة العربية فاصل ونواصل، ابقوا معنا. مرحبا مجددا. سجن كبير، هكذا يصف شباب كثيرون اليمن كما تقول صحيفة العرب الجديد. فشلوا في تحقيق حلمهم بالخروج منه سعيا إلى الاستقرار عندما تأكد لهم أن الحرب ستطول ولن يستفيدوا فيها من مؤهلاتهم الأكاديمية أو المهنية. وبعد تهديدات أطلقتها مجموعات متطرفة ضد موظفي إحدى المنظمات الدولية في عدن، خسر عمار باجسير عمله ففكر في مغادرة البلاد بحثا عن فرصة عمل أو لجوء، لكن محاولاته باءت بالفشل، فطلبات اللجوء والهجرة التي أرسلها إلكترونيا إلى السفارات الأمريكية البريطانية الكندية والفرنسية وإلى أخرى عربية لم تقبل. يقول باجسير للعربي الجديد: الشاب اليمني أصبح سجينا يحوطه البحر من الجنوب والغرب وشروط صعبة من دول الخليج المجاورة، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية المعنية بالهجرة وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللتان تسهلان لجوء المهاجرين السوريين ترفضان ذلك فيما يخص اليمنيين، والسبب عدم موافقة دول غربية استقبال لاجئين من اليمن. ويستثني باجسير كندا التي يقول إنها سمحت أخيرا بلجوء اليمنيين إليها شريطة تقديم طلبات اللجوء من دول أخرى غير اليمن، وهذا يستلزم كثيرا من المال بالإضافة إلى طول مدة انتظار الرد الذي يحدد بأسبوعين أو أكثر. خطوات يمنية لإعادة تفعيل القضاء في المدن المحررة، هذا عنوان من صحيفة الاتحاد والتي قالت في تفاصيله:
عاودت محكمة استئناف زنجبار في محافظة أبين نشاطها من جديد عقب توقف دام أكثر من عامين ونصف. محافظ أبين أبو بكر حسين سالم دشن النشاط القضائي للمحاكم والنيابات ضمن توجهات الحكومة الشرعية لإعادة تفعيل السلك القضائي وتعزيز جهود تطبيع الأوضاع في المحافظة المحررة. من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم أن خطوات إعادة تفعيل دور القضاء متواصلة في مختلف المحافظة المحررة عقب التوقف جراء الحرب. أضاف: المحاكم في المحافظة المحررة ستزاول أعمالها بصورة طبيعية وفق التنسيق المشترك مع وزارة العدل. يبحث في المرأة في كل مرة عن نفسه ليراها كما خلقها الله، وكما يراها هو بنفسه، وكما يراها الناس فيه من حوله. يبحث عن مستقبل لأجياله القادمة بين السطور في كل اتجاه تصل إليه عيناه، كي يستريح من عناء السفر ورحلته الطويلة في كل منفذ يعبر منه، باحثاً عن الرزق، ثم يعود إلى عشه ومنارة حبه وعرينه في سفوح اليمن. يكتب الأكاديمي محمد شداد هذه الكلمات من مهجره في ماليزيا، معبراً عن إحساس وصل إليه يمنيون كثر حول العالم رحلتهم الميليشيا ومزقتهم الدروب. صار اليمني الحقيقي الذي ثار على الظلم قديمه وحديثه حامل راية الوطن ينوح على بلده المستباح من الذين اختطفوا ثوراته وحولوها إلى أصل السبب في المشكلات. صار يبحث عن نفسه في كل زوايا حسه وحنايا خاطره، هذا بخلاف الزروع البشرية عديمي الجذور الذين يبحثون عن إقامة هنا أو وظيفة هناك ويدورون ظهورهم بعدها للوطن، وفي حسابات أنفسهم كانوا في السلم هم الوطن في ذواتهم يعيش ويستريح. وما إن تفجرت قذائف الحرب حتى هرعوا إلى المطارات بما معهم من نقود يبحثون عن إقامة في هذه الدولة وفرصة عيش أو لجوء في تلك. اليمني بات يبحث عن دستوره ومخرجات حواره الوطني الذي ثار من أجلها، والتي اعتبرها مركز الحكم القبلي العصبوي ثورة ضده كقوى تسكن في جغرافيا محددة ومذهب تنخره السياسة وحب الزعامة، فجيش تلك الدعاوى ضد تلك المخرجات التي احتوت نظام الأقاليم الذي يكفل للكل حق الحياة المتساوية دون حيف وجور من أحد لأحد، لأن الكل وفقا لكل الشرائع مستحق للحياة. صار اليمني يبحث عن عاصمته التي سقطت كعاصمة رابعة في أحضان الطامعين بمساعدة أيادي صالح وأمواله، ومن دار معه من النافذين يعتريهم خوف وحقد من قوى الوطن فوقفوا كلهم في الشراك. فعاد اليمني يحارب ويبحث عن هويته ولون جبينه في جباله ومياه سدوده وآثار ممالكه القديمة عبر الزمان والتي أشار إليها القرآن ونسفها الأشخاص من بعده. بدأ بحاضرة الدنيا صنعاء موطن سام بن نوح، والتي نزحت البشرية منها وولدت من جديد، ومرورا بممالك بلقيس وعرشها، وانتهاء بقصر غمدان الذي كان يصل ظله في الصباح إلى مشارف همدان ويسمع زئير الأسود التي نحتت في سطوحه بفعل الرياح إلى أقاصي البلاد. قضت محكمة في العاصمة البريطانية لندن بالسجن مدى الحياة على مراهق خطط لتفجير نفسه أثناء حفل للفنان إلتون جون في المدينة في ذكرى هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001. ووفقا لموقع شبكة البي بي سي، فقد قال المراهق هارون سيد لشخص عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنه يريد الحصول على مدفع رشاش وسترة ناسفة، وكان ذلك الشخص كان عميلا للأجهزة الأمنية البريطانية يتظاهر بأنه متطرف. وأقر سيد وهو من غرب لندن بالذنب في التخطيط لهجوم إرهابي بين شهر إبريل وسبتمبر عام 2016. واعترف سيد بالبحث عن أهداف محتملة على شبكة الإنترنت بما في ذلك حفل إلتون جون في منتزه هايد بارك وشارع إكسفورد المزدحم بالمتسوقين، وحكم القاضي بسجنه لمدة 16 عاما ونصف على الأقل. تضيف شبكة البي بي سي:
استخدم السيد الإنترنت في محاولة للحصول على أسلحة لاستخدامها في هجوم محتمل، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال بالأشخاص الذين يعتقد أنهم مثله من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي إحدى رسائله كتب: بعد إلحاق بعض الضرر بالمدفع الرشاش تكون الشهادة، هذا ما أخطط للقيام به. وكان السيد قد طلب الحصول على قروض بلغ مجموعها 10,362 دولار. قال إنه يريد المال لشراء دراجة نارية ولتمويل حفل زفاف وتجديد منزل، لكن الادعاء العام زعم أنه أراد المال لتمويل الهجوم، وقد رفضت طلبات القروض التي تقدم بها. بحسب صحيفة القدس العربي، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما استغل فرصة تمضية عطلة عائلية في إندونيسيا ليزور المنزل الذي أمضى فيه طفولته في جاكرتا، حيث التقى أيضا الرئيس الإندونيسي. باراك أوباما بادر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمام الصحفيين بعبارة أبا كابار، كيف الحال، باللغة الإندونيسية، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي في ضاحية جاكرتا. أوباما أمضى خلال طفولته 4 سنوات في جاكرتا حتى عام 1970، إذ كانت والدته متزوجة من إندونيسي. ويحظى أوباما بشعبية كبيرة في إندونيسيا، حيث وضع تمثال برونزي يبلغ ارتفاعه 2 متر في باحة مدرسته السابقة، يظهر التمثال باري الصغير كما كان يسميه زملاء الدراسة في إندونيسيا. أوباما مرتديا سروالا قصيرا، قميصا قطنيا، ويحمل في يده فرشاة، أعتقد فراشة. في صحيفة الغد الأردنية عنوان بارز: أشهر فيزيائي في العالم يحذر من خطورة ترامب على الأرض. في التفاصيل قالت الصحيفة: هاجم عالم الفيزياء الأمريكي الشهير ستيفن هوكينغ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. قال إن قراراته الأخيرة ستحول الأرض إلى كوكب من الجحيم وتهدد الطبيعة البشرية جمعاء. قال هوكينغ في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نقله موقع عربي 21، إن ترامب سيحول الأرض إلى كوكب يشبه كوكب الزهرة، وبحرارة تصل على السطح إلى 250 درجة مئوية ترافقها أمطار حمضية. الله يستر. تلتقط عدسات الكاميرا أحيانا مواقف طريفة توثقها، تحتفظ بها لتخلد هذه اللحظات بمجموعة صور من صحيفة الديلي تيليغراف، نشرت فيها مجموعة من الصور طريفة نتابعها سويا. ختام الحلقة كاريكاتير، مشاهدة ممتعة أتمناها لكم، وحتى ألقاكم في أمان الله.